مساء الخير أعزائي الحضور، أهلا وسهلا فيكم. بس رح نستنى بعد إذنكم دقيقتين حتى الكل ينضم لإلنا في جلستنا اليوم اللي هي جلسة توعوية في المناهج الدولية. بحب عبين ما الحضور يكتمل بعد إذنكم إذا بتقدروا تعرفوا عن حالكم وتذكروا الدولة اللي أنتم منضمين منها. شكرا. بحب أنوه إنه رح يكون في نشر لاستبيان التغذية الراجعة عبر التعليقات في نهاية الجلسة، وياريت منشجع الكل طبعاً إنه يشارك بالاستبيان لأنه دائماً رأيكم بهمنا حتى دائماً نتمكن من تحسين أدائنا. الدكتور صائب، ما بعرف إذا بلش الحضور إنهم يعرفوا عن حالهم أو يذكروا. لحد الآن ما فيش أي، يعني ننتظر قاعدين بالتعليقات. تمام. يعني لحد الآن ما شاء الله في من المملكة العربية السعودية، في من الأردن مشاركين، لحد في من دولة فلسطين، التكرار من في الآن من قطر. أهلا وسهلا بالجميع، وإحنا دائما منرحب ومننبسط لما يكون إنه مجتمعنا المهني أكيد من مختلف الدول العربية. بداية بحب أعرف عن حالي. أنا هبة أبو جبارة، مدير الدبلوم المهني في التعليم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. اليوم إن شاء الله رح نناقش موضوع مهم ومرتبط بمستقبل الطلبة اللي بتعلق بالمناهج والبرامج الدولية. اسمحوا لي بالبداية إني أقدم المتحدثين في جلسة اليوم. دكتور علي عبابنة هو مدرس معلمين أول في أكاديمية الملكة رانيا، مختص في اللغة الإنجليزية، وذو خبرة تمتد لعشرين سنة في مجال التعليم وفي البرامج الدولية البريطانية، حيث عمل مدرس لمادة اللغة الإنجليزية ورئيسا لقسم اللغة الإنجليزية في مدارس تطبق النظامين الوطني والدولي، وكان مصحح لاختبار مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات كامبريدج. دكتور صائب خصاونة هو مدرس معلمين في أكاديمية الملكة رانيا، مختص في مبحث الرياضيات، وذو خبرة تمتد ل 18 سنة في البرامج الدولية الأمريكية، حيث عمل كمدرس لمادة الرياضيات في المنهاج الأمريكي، وعمل كمنسق أكاديمي ومساعد إداري وأكاديمي للمدير في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية في الرياض التي تطبق الدبلومة الأمريكية. مس مروة بكيرات هي مديرة برنامج ومدرس معلمين أول في أكاديمية الملكة رانيا ومختصة في مبحث الأحياء، لديها خبرة تمتد ل 21 سنة في مجال التعليم في برنامج البكالوريا الدولية أو الانترناشنال بكالوريا الآي بي. عملت سابقا كمنسقة لدبلومة البكالوريا الدولية، وكانت قائدة مبحث الأحياء، وقد عملت كمعلمة أحياء في مدرسة بجدة، كما تعمل مع منظمة البكالوريا الدولية كقائدة ورشات عمل ومصححة امتحانات لمادة الأحياء وقائدة البرنامج. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيك هبة، شكرا لك. أهلا وسهلا سيدة. اليوم إن شاء الله رح يكون في بالجلسة عدة محاور رح نناقشها متعلقة بالبرامج الدولية الأمريكية والبريطانية. رح نتحدث شوي عن طبيعة كل برنامج، عن متطلبات كل برنامج، وإن شاء الله عن الاختبارات اللي بتقدم لها الطلبة اللي ملتحقين في هذا البرنامج. فإذا شوي بدنا نبلش بالنظام الأمريكي، بس بحب أنوه كمان مرة إلى حضورنا الكريم إنه أثناء عرض أي برنامج إذا عندهم أي استفسار ياريت يتركوا لنا سؤالات أسئلتهم في التعليقات حتى نتمكن من الإجابة عنهم. دكتور صائب، إذا بدنا نبلش بالنظام الأمريكي ونحكي شوي عن الأمريكان دبلوما، فإيش بنعني بالأمريكان دبلوما؟ يعني بداية بحب أنوه إنه الاسم أمريكان دبلوما يعني لا يعني أن هذا البرنامج مقتصر على المدارس داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا البرنامج معروف داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. هناك الكثير من المدارس بدأت تطبق هذا المنهاج. فحوى هذا المنهاج إنه الطالب يبدأ من 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 الكي جي حتى الصف 12 بدراسة المباحث باللغة الإنجليزية. كل المباحث معتمدة على
التدريس وفق المعايير، ويتم استخدام الكومن كور ستاندرز في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية، والان جي اس اس لمواد العلوم بكافة أجزائها. فهو نظام مبني على المعايير دولي في دول مختلفة، ويبدأ كشهادة من الصف التاسع، لكن هو من الصف الكي جي بيبدأ الطالب يدرس بالنظام اللي يؤهله أن يكون في النهاية في هذا البرنامج. أوكي. وإذا شوي أتعمقنا أكثر بتفاصيل الأمريكان دبلومة دكتور صائب، بمعنى مثلا إيش المهارات اللي أنا إذا التحقت أو شجعت ابني يلتحق بالأمريكان دبلومة، إيش المهارات اللي بتنميها عند الطلبة في هذا البرنامج؟ يعني هو البرنامج، فلسفة البرنامج تقوم على أن ينمي المهارات لدى الطالب. يعني هو لا يعتمد على المعارف الجامدة، الهدف تنمية المهارات وإعداد الطلبة لمهن المستقبل مرورا بالجامعات. يعني هو الطالب يبدأ يستعد للجامعة من الصف التاسع، يبدأ الطالب يعرف وين الجامعة التي سيقدم لها بعد نهاية المدرسة الثانوية، بحيث يبدأ يحدد إيش نوع الاختبار اللي راح يقدمه في نهاية المرحلة الثانوية. فهو يعتمد على بناء المهارات بحيث فعلا يكون يعني طالب مؤهل إنه يشغل مهن المستقبل اللي الآن بدأنا نحكي عنها والتي تتطلب مهارات معينة. فبالتالي الطالب لازم يصير صاحب قرار، حتى لو كان على مستوى صف تاسع بده يقرر ايش ممكن يكون الجامعة اللي بده يدرس فيها، ايش المواد اللي بده يختارها، او ايش التخصص. يعني هناك محكات كثيرة خلال البرنامج راح تساعد الطالب فعلا انه يكون صاحب قرار. يعني سؤالي كان بمحله صراحة، لانه احنا لما نقول التدريس المبني على المعايير، الطالب بيصير في عندنا تكامل عمودي بين الصفوف. يعني الطالب لما ينتقل إلى صف سابع مثلا من صف سادس، هو سيبدأ في صف السابع من حيث انتهى بالصف السادس، يعني في تواصل بين المعلمين المختلفين، وهذا سيكون مدعاة أن يكون أصلا مراعاة الفروق الفردية هي روح هذا البرنامج. فالطالب راح يصير يعرف إيش إمكانياته، الطالب راح يصير يعرف هو وين من خلال المعايير اللي قاعد بحققها. يعني وين متقدم؟ هل متقدم في معايير الرياضيات ضمن صفه أو أعلى من صفه أو أقل من صفه، ولا متقدم في معايير العلوم، ولا في معايير اللغات والمواد الإنسانية؟ فبالتالي هو حقيقة من بداية ما يدخل تاسع، بداية الدبلومة، راح يكون عارف نفسه وين يتجه. هو من تاسع لصف 12 عم نحكي بتسلسل فيها، هي كشهادة من تاسع لصف 12. يعني علشان أكون أنا أتخرج دبلوم أمريكي لازم من صف تاسع أحدد. يعني أنا معي من أول إلى ثامن بدرس فقط باللغة الإنجليزية، منهج عادي، ممكن أستخدم أي منهج، أستخدم أي مراجع للدراسة، لكن من صف تاسع لازم أقرر أني سأنتمي للدبلوم الأمريكي أو للآي جي أو للآي بي. فمن صف تاسع هو يبدأ بالدبلوم الأمريكي، ولازم يخلص مستوى ساعات معتمدة حتى صف 12. الساعات المعتمدة أو الكريدتس اللي بدها تنحسب للطالب، شوية نحكي نسأل عن يعني بداية لما نحكي ساعات معتمدة، بنعرف النظام الأمريكي كله حتى في الجامعات هو اللي يعني جاب الساعات المعتمدة لميدان التعلم والتعليم. فالساعات المعتمدة التي يجب أن ينهيها الطالب حتى يكون هو خريج دبلوم أمريكي من الصف التاسع يبدأ حسابها حتى الصف 12 هي 25 ساعة معتمدة. طبعا أوزان المواد مختلفة، يعني قد يكون للرياضيات 7 ساعات معتمدة، قد يكون للغات 8 ساعات معتمدة، قد يكون للعلوم 4 ساعات معتمدة. لكن السؤال، ما هي المعادلة اللي تحسب فيها الساعة المعتمدة؟ الساعة المعتمدة الواحدة تساوي أن الرياضيات يدرس 6 حصص أسبوعية في السنة الدراسية، مش بالفصل الدراسي، بالسنة. يعني أنا إذا كنت بالصف التاسع الرياضيات كانت 6 حصص لمدة سنة في الأسبوع، بأخذ هذه ساعة معتمدة في الصف التاسع. أسبوعياً لازم تكون. أسبوعياً 6 حصص، نعم. تمام. وإذا بدنا شوية ندخل بطبيعة أنا التحقت بالدبلومة، بالأمريكان دبلومة، هلأ عم بفكر أنا بالاختبارات اللي بدي أتعرض لها. جديد صرنا نسمع عن الـ ACT اللي هو الأمريكان كوليج تيستينج. فإذا شوية بنحكي عنه لهذا كاختبار، كيف أنا ممكن أحضر حالي لإله، أستعد لإله، من إيش بتكون بالضبط الاختبار هذا؟ أول شيء أنت حكيتي يعني الـ ACT stand for what، هو ACT هو American College Testing، هو إذا هو اختبار حتى يدخل الطالب إلى الجامعة. طبعا المعدل التراكمي أو المعدل العام بعد نهاية الصف 12 قد يؤهل الطالب يدخل إلى الجامعة. يعني الـ ACT هو متطلب للجامعات، وكل ما زاد ترتيب الجامعات وكل ما كانت من الجامعات المشهورة، كل ما طلبت ACT أكثر وكل ما كانت علامته المطلوبة أكثر. الـ ACT هو امتحان بيقدمه الطالب، يبدأ بتقديمه من صف 11، إلى فرصة في صف 11 مرتين، في صف 12 مرتين، بيغطي مواد رياضيات وإنجليزي وعلوم، وفي جزء كتابي اختياري للطالب. علامة هذا الاختبار تعتمد على الجامعة.
وأصلا هو مقسم لقلنا لخمس أجزاء، في علامة مجزأة وفي علامة عامة. العلامة المجزأة يعني بكون عارف كم جبت في الرياضيات، كم جبت في العلوم، كم جبت في كذا، وفي العلامة العامة اللي هي بتحسب متوسط الخمس علامات. علامة كل جزء من 36. فأصلا أنا لما أقدم الامتحان بدي يكون عارف إذا بدي أقدم للهندسة واضح إنه لازم أكون الجامعة راح تطلب علامة الرياضيات عالية، إذا بدي أقدم إشي طبي أو إشي علوم لازم أكون علامة العلوم عالية، إذا بدي أقدم إشي أدبي شرط إني أخذ الكتابي رغم إنه اختياري. فهي يعني فيها هيك توليفة إنه إيش أنا بدي أكون بعد ما أخلص. فأنا لازم أكون عارف من قبل التخصص اللي بدي إياه، الجامعة اللي بدي إياها، إيش متطلبات الجامعة بالذات حتى أقرر. نعم يعني يعني وهذا هو اللي يعني بيخلي الطالب صاحب قرار، هو يمتلك تعلمه من البداية، لأن هو من الصف الأول هو قاعد بيحدد ضمن المعايير أنا إيش أنجزت وإيش اللي لازم أنجزه. فهو الآن هو صاحب قرار، أنا عارف شو بدي أقدم وين بدي أركز. لكن مهم العلامة الكلية، يعني مهم إني أجيب على شيء بالرياضيات أو الفيزياء إذا بدي أروح هندسة، بس العلامة الكلية كمان مهم للقبول العام. في الاختبار الثاني اللي برضه بنسمع عنه دكتور صائب اللي هو بتبع النظام الأمريكي اللي هو الأدفانسد بليسمنت إكزام أو الأي بي اختصارها. إذا شوي بنحكي عن هذه الإكزامز بمعنى إيش المواد أو إمتى أنا بقدم لها أو على أي أساس أقرر إني أنا أقدم هذه الاختبارات الدولية؟ الأدفانسد بليسمنت يعني خلينا أول شيء نحكي عنه، هو مش اختبار زي الأي سي تي. الأدفانس بليسمنت فلسفته أنه هو بيكون للطلاب المميزين داخل المدرسة. يعني أنا عندي، أنا أفرض أن أنا بصف 11 وعندي مواد العادية، عندي كتاب رياضيات عادي، عندي كتاب فيزياء عادي، عندي كتاب المبحث العادي اللي يدرسه كل الطلاب. أستطيع أنا كطالب إذا كانت مدرستي توفر هاي الخدمة أني أحكي أنا بدي AP Calculus اللي هو Advanced Placement بالكالكولوس بالرياضيات. هذا الـ AP Calculus هي مادة إضافية تقدم لطلبة مميزين مؤهل أن يروح على الـ AP، وبيدرس حصص إضافية، يعني بتكون لها حصص اسمها AP Calculus بالإضافة لحصة الرياضيات العادية. إذا كنت أنا شايف نفسي مميز بالفيزياء بأخذ AP فيزياء، يعني الـ AP بيقدم بحدود 12 مبحث والآن قاعد بزيد. يعني في AP Calculus، في AP Physics، في AP جغرافيا، في AP مختلف. الآن علامة الـ AP ما يميزه عن الـ ACT إنه الـ AP إذا جبت علامة معينة قد يعني يخليك إنك تكسب أو تحذف الفاونديشن يير بالجامعات اللي هي السنة التحضيرية. الـ AP يعني أنا ممكن أجيب الـ AP بالكالكولس علامة، طبعا علامة الـ AP من 1-5، ممكن بعد شوية تسألي شو معنى من 1-5. فهو إذا جبت 3 فوق بالمادة ممكن تعفيني من مادة بالجامعة. يعني عم نحكي من 1-5 أعلى إشي، 5 أعلى إشي. التارجت تبعي أجيب 3 أو 4 أو 5. وطبعا خمسة علامة معيارية، يعني 5 السنة مش زي 5 السنة الجاية. أوكي. هي أنا بقارن بمجموعته. يعني لو جبنا عن نظام 100% ويمكن 70% السنة تكون 4، السنة الجاية 70% يصير 5 حسب الامتحان، حسب مجموعة الطالب اللي بيقدم الاي بي. وعلامتي عم بتحدد ايش اجراءات الجامعة، يعني ممكن تعفيني حسب انا ممكن تعفيني حسب ايش بقدم. طبعا احيانا الان المدارس اللي بتطبق النظام الامريكي تتنافس انه انا كم اي بي عندي. يعني هاي تعتبر ميزة للمدرسة، انا والله عندي اي بي كالكولس، انا عندي اي بي فيزيكس، انا مش قادر الا اي بي بكذا بشيء معين. في شيء جديد ممكن اذا بتسمحي لي احكي عنه مس هبة، اللي هو الاي بي انترناشونال دبلوما. يعني انا بقدر اخذ اي بي دبلوما، هذا الاي بي دبلوما يعني يتطلب اني ادرس 3 مواد اي بي على الاقل، يعني اختار اي بي كالكولس، اي بي فيزيكس، وخلينا نقول اي بي جيوغرافي. فانا باخذ شيء اسمه الدبلوم الاي بي، هذا ممكن يعفيني من سنه كامله بالجامعه. شرط اني اخذ 3 مواد على الاقل اي بي، واني علامتي تكون 3 فاكثر فيهم كلهم. طبعا هذا مش اي طالب بقدر عليه، هون المدارس لازم تكون يعني تنتقي الطلاب، يكون في محكات لاختيار هاي الطلاب في المجال، لانه النجاح مش انه يكون عندي اي بي، النجاح كم واحد من طلابي استفاد من الاي بي بالجامعات. ما بعرف دكتور صائب بنقدر نقارن بين الاي سي تي والاي بي؟ يعني انا لو هلا بحط حالي محل ولي امر قاعد عم بيحضرنا اكيد وبده يفكر انه يحط اولاده بالنظام البرنامج الامريكي، هل ممكن يقول انا احطهم بالاي سي تي او الاي بي؟ هل يمكن مقارنه؟ شوف الاي سي تي، الاي سي تي هي اختبار، هو اختبار الطالب بيستعد لوحده، يعني ما في مواد اسمها ACT بالبرنامج الأمريكي، بينما الAP هي مواد، هي مواد بيسموها مواد إكسرا، يعني مواد إضافية بالمنهج. أنا بدرس ماث عادي، بدرس AP ماث، وبدرس فيزيك، بدرس بعدين بقدم امتحان الAP. بس الACT لا، هي نفس المادة
انا بروح بقدم فيها اي بي. الاي بي هو هو اختبار بسموه اختبار مدى استعداد الطالب للدخول الى الجامعه، استعدادي اختبار دخول. لا الاي بي مستوى اعلى مرتبط اكثر بالجامعه. نعم شكرا كثير يا دكتور صائب. مش عارفه مس مروه اذا في اي استفسارات او اسئله كانت اثناء نقاشنا. كان في عندنا سؤال عن المعادله بالنسبه لصف 12 دخول الجامعه، فدكتور صائب ما بعرف هل عندنا اي هيك توضيح عن المعادله يعني المعادله المنهج الامريكي؟ يعني المعادله تتبع نظام وزاره التربيه والتعليم في الدوله. صحيح. يعني بعض الدول برا الاردن ما تطلب اي اي سي تي اصلا، يعني معدل صف 12 او المعدل من 9 ل 12 للمدرسه يعتمد في بعض الجامعات برا بدون اي سي تي اصلا. صحيح. هي الجامعات المتميزه تطلب اي سي تي كزياده، والاي سي تي هو اصلا هو من الكوليدج بورد بامريكا. الكوليدج بورد توازي وزاره التعليم العالي، فهو متطلب جامعه مش متطلب مدرسه. تمام. في كمان كان عندنا سؤال، نوضح اكثر شو يعني الكومن كور ستاندردز او شو بنعني بالكومن كور ستاندردز. يعني هي كانت تدريس المبني على المعايير، يعني انا بدال ما اجي يعني ألزم المعلم بكتاب مدرسي يدرسه من بيج من بسموه من الجلدة للجلدة، هي عبارة عن مجموعة من المعايير. كان في بأمريكا معايير في ولاية فلوريدا ومعايير في ولاية أوهايو ومعايير في ولاية كذا، في 30 ولاية اتفقوا مع بعض وسموهن كومون كور ستاندردز. كومون هي مشتركة بين الولايات، وكور ركزوا عليهم، فصارت هاي 30 ولاية تدرس نفس المعايير. هي عبارة، وأنا يعني بدعو المعلمين هون اللي معانا جميع الزملاء اللي معنا إنه بسهولة أنت بتقدر تكتب كومون كور ستاندرز على أي رابط وبطلع لك إيش المعايير. يعني مش غلط أنت كمعلم تطلع إيش المعايير اللي قاعد تدرس عالميا من صف كي جي حتى 12 بالماث أو بتخصصك. تمام. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. شكرا دكتور صائب. يمكن ننتقل هلا للنظام البريطاني الدكتور عدي، ونحكي شوي عن الاي جي سي اس اي. بس بداية بتخيل في استفسار، هي مختصرة لإيش؟ IG دائماً بنحكي أو IGCSE. نعم صحيح، هي إحنا دائماً نحكي الIG، هي اختصار لInternational General Certificate of Secondary Education، هي الشهادة الثانوية العامة الدولية. هذا الاختصار لإلها. نحكي شوية بالتفاصيل أكثر عن هذا البرنامج. تمام. هلا البرنامج هذا IGCSE، إحنا لما نقول IGCSE معناته إحنا عندنا من Grade 1 up to Grade 12، من الصف الأول إلى الصف 12، مقسمة إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي عندنا كامبريدج برايمري من الصف الأول إلى الصف السادس، بعدين في عندنا اللي هي التشيك بوينت أو اللور سكندري اللي هي السابع والثامن، وبعدين في عندنا الأبر سكندري اللي هي التاسع والعاشر، وبعدين في عندنا الأدفانست اللي هي كامبريدج أدفانست اللي هو 11 و12. أوكي طيب، إذا بدنا نحكي شوية عن المواد المطروحة دكتور عدي، كيف نظام العلامات أو التقييم اللي بيصير؟ تمام. هلا الان بالنسبه للمواد، بس نحكي بشكل مبسط عن البرنامج. هلا الان الاي جي سي سي هو معتمد من كامبريدج، من كامبريدج اسسمنت انترناشونال. جامعه كامبريدج، وبالتالي هاي مؤسسه عريقه جدا لها عشرات السنوات. قبل ذلك يعني بجوز في بعض الزملاء الآن أو الزميلات اللي بيدرسوا الـ IGCSE كان بالأول يرمز إلها BCIE اللي هي اختصار لكلمة كامبريدج International Examinations، بس ارتقوا بالـ 2017 إنه يحولوها لكامبريدج Assessment، لأنه فيها نخبة عالمية ونخبة كبيرة كثير من الخبراء اللي مختصين في عملية التقييم، وبناء على ذلك تم ضم هذا البورد كامل للنظام الـ IGCSE للكامبريدج أسسمنت، بحيث أنه يتم تغيير على التقييم في المواد اللي هي أصلاً المواد 70 مادة. إحنا الآن إذا نطلع على المنهاج، يعني المنهاج هو أو البرنامج هو من صف أول للصف الثامن. الصف الأول للصف الثامن بيقدر الطالب أنه يكون في أي برنامج آخر ويلتحق في هذا البرنامج، والعكس صحيح، ممكن يكون مثلاً بالصف الأول للصف السادس ما حب أنه يكمل، شاف أنه البرنامج هو غير مناسب لإله، أنه ينتقل على برنامج آخر. السبب في ذلك أنه العلامات أو الامتحانات الموجودة فيها هي لا يتم احتسابها في المعدل الكلي. موجود امتحانات بسموها progression tests، بتكون للمواد الثلاثة الرئيسية اللي هي الإنجليزي واللغة الإنجليزية والساينس العلوم والماثس من الصف الثالث والرابع والخامس والسادس، وفي كمان التشيك بوينت اللي هي السابع والثامن. الآن العلامات هاي اللي بيتم يعني أخذها من هاي الامتحانات هي بس بتكون فقط عبارة عن مؤشرات للمدرسة، وبتكون مؤشرات للمعلمين قديه هو جاهز لأنه يقدم، بالضبط قديش أنه هو مثلا مستعد أو جاهز للامتحانات. الآن الامتحانات اللي يتم اعتمادها أو تحتسب في المعدل العام للطالب هي 9 و10 و11 و12، يعني هذولا العلامات اللي يتم احتسابها. الآن
الطالب عنده في التاسع وعاشر عنده ست مواد رئيسية لازم يمتحن فيها. هم بالعادة بيعطون مدارس سبع مواد بس لازم يمتحن في ست مواد اللي هم الكور سبجكت بسموهم، المواد الرئيسية، وينجح فيهم يجيب علامة. العلامات عندهم من الاي ستار بالاي جي سي اس اي وبتنزل عندك لاخر شيء اللي هي الجي. الان بصف 11 و12 بده ينجح في مادتين، يعني مثلا ب11 باخذ مادتين برد كمان بياخذ مادتين، طبعا حسب اذا هو مثلا بده علمي او بده ادبي. شوي راح نعرج عليها في موضوع اليونيفرسيتي ادمشن. بدي اسال الدكتور عدي بعد اذنك، يمكن بدي اقارن شويه مع اللي تفضل فيه الدكتور صائب. ايمتى انا لازم اكون صاحب قرار اذا انا طالب او ولي امر باني انا بدي على اي اساس اختار مثلا اني انا بدي اخذ برنامج الاي جي، او على اي اساس انا بدي اختار هاي المواد بالمستقبل لإلي؟ هل لازم نفس الشيء اكون عارف ايش بدي انا باي جامعه او باي تخصص؟ طبعا اكيد، يعني بدايه اللي بيميز النظام البريطاني انه هو اللغه فيه انجلش، فدائما احنا بنحكي للطلاب اللي عم بيجوا انه مثلا اذا انت بدك تروح اول شيء لازم تكون قوي في اللغه، لانه كل شيء يعطى باللغه الانجليزيه ما عدا اللغات، يعني مثلا في اللغه العربيه، في اللغه الفرنسيه الى اخره، فهي تعطى بنفس اللغه اللي هي يعني العربي في العربي، الفرنسي بالفرنسي الى اخره. اللغه الانجليزيه لغه جدا مهمه. الشغله الثانيه وهي الاهم انه انا مثلا بدي اخذ هاي المواد، انه انا ايش بدي اطلع؟ هل انه انا مثلا بدي اياها بس مشان بدي انا قبول في الجامعات برا، ولا هل انه انا مثلا بدي فعلا، يعني انا كولي امر كاب كام انا حريص جدا على ابني اني مثلا بدي اطور من مهاراته، بدي اصنع منه شيء، لانه احنا كلنا بنعرف انه المدرسه فعلا هي تصنع، والمواد الموجوده فيها يعني هم عندهم اكثر من 70 ماده تطرح في كامبريدج، يعني هاي المواد فعليا يعني خلينا نحكي بتعد الطلاب للحياة، يعني من مهارات التفكير العليا، من الإبداع. اللي بيميز الكامبريدج أو النظام الاي جي سي سي إنه ما في كتاب محدد الطالب يدرسه، ولا في كتاب محدد حتى المعلم يدرسه. هم في عندهم زي outcomes، مخرجات، بناء على هاي المخرجات المعلم والطالب هم أحرار، أنت روح سوي اللي بدك إياه. هذا بيعطي حريه شويه للمعلم، انت ادرس انت بالاخير. انا بدي الاوتكمز هذول، انا بدي الاكسامز هذول. يعني انا لما باجي مثلا بتطلع على سبيل المثال في البيولوجي، احنا بنعرف البيولوجي از ماس فاكتس، بس برضو كمان في البيولوجي فيها السيز، يعني بكتبوا زي مقالات طويله. في اللغه الانجليزيه مثلا في عندهم مواد ممكن يكتب ريسيرش، بحث يوصل ل 5000 كلمه. بنفس الشيء كمان عندهم ماده الارت، يعني مثلا ممكن انه هو ياخذ ويشتغل مثلا على البروجكت شهر شهرين، وينعمل له انترنال اسسمنت اللي هو تقييم داخلي، وبعد هيك ينعمل له اكسترنال اسسمنت. يعني دكتور عدي عم تحكي شوي عن المهارات اللي ممكن تتنمى عند الطلبه او عند ابنائنا. نعم. انت تفضلت بمهاره اللغه، مهاره البحث، مهاره الكتابه. اذا بدنا نحكي عن المهارات كمان نركز عليها، انا ابني بايش رح يتنمى مهاراته بالنسبه للبرنامج؟ تمام. الان بالنسبه للمهارات، يعني اول شيء في عندنا اللي هو يعني بنطلع على المواد احنا مهارات التفكير الابداعي او التفكير الناقد، يعني كل المواد الموجوده او مش المواد، خلينا نحكي الاوتكمز اللي هي المخرجات الموجوده، السيلابس اللي موجود بكل من جريد 1 اب تو جريد 12 بيساعد على تنميه المهارات التفكير العليا. هلا اذا احنا مثلا بنطلع على الخريجين، لانه في ابحاث كثيره انهم هم تتبعوا الخريجين تاعونهم اللي خلصوا مثلا من جريد 12، خلصوا الكامبريدج الاي 2 ليفلز، وشافوا انه قديش مثلا هم كانوا فاعلين، او كانوا مثلا يعني بروبلم سولفرز، يعني حلالين للمشاكل في بعد ما تخرجوا من الصف 12. فوجدوا انه في نسبه كثير كبيره من الخريجين انهم كانوا متميزين جدا في عملهم، وكانوا فعلا في عندهم يعني فيهم صبغه مختلفه عن الاخرين. فهذا شيء جدا جدا يعني متميز، خلينا نحكي بالنسبه للطلاب او طلبه الاي جي سي سي. الشيء الثاني في الابداع، وهو الابداع بكون موجود للمعلم وللطالب. انا برجع بحكي مره ثانيه، هو ما في كتاب، يعني مثلا انا اذكر لما كنت ادرس بصف العاشر، بصف التاسع كان في عندنا كتاب، بس بصف عاشر احنا خلص نمشي على بسموهم باس بيبرز اللي هي اوراق سابقه، اللي هي امتحانات سابقه، ونصير نشتغل مع الطالب. فما في انه والله مثلا انت انه هذا التوبيك، هذا الموضوع هو راح يجي، لا، انت بتجهزه وبتعد الطالب، في عندك ديفرنت توبكس، بس بالاخر هو في اوتكم، في مخرج انت بدك توصل الطالب لعنده. وفعلا لما بيطلعوا الطلاب بيخلصوا مثلا جريد 10 الصف العاشر، بيخلصوا 11، بيخلصوا 12، بتحس انه فعلا الطلاب يعني في عندهم شيء مميز في بالضبط، غير اللغه في شيء مميز عند الطلاب. نقطه اخيره بس معلش، انه بالنسبه لعمليه الانجيجمنت كمان، الاندماج في النظام، يعني الاندماج في النظام شيء كثير مهم. احنا بنعرف احيانا ممكن مثلا واحد يسجل ويكون مثلا موجود في نظام معين،
بس ما في يعني حتى الاوتكمز اللي هي اللي بتكون المخرجات ما بتكون مثلا بتشمل الطالب بحيث انه فعلا تدمج الطالب في عمليه التعلم. فهذا النظام بيزود هاي الخاصيه الانجيجمنت اللي هو الاندماج، وبالتالي يعني بيكون في شخصيته البنت من عده جوانب. بالضبط يعني. بالضبط مم. بالضبط 100%. حكيت دكتور انه في برضه كيف اذا بدنا نفكر بشويه الجامعات، القبول بالجامعات، في ادبي وفي علمي، فانا ايش المواد اللي راح اختارها، وبالتالي ايش الامتحانات اللي راح التحق فيها حسب قبولي بالجامعه؟ طبعا هلا بالنسبه لكامبريدج اسسمنت، بالنسبه للاي جي سي اس اي، هو معتمد في معظم دول العالم، اوكي، في معظم جامعات العالم ومنها الاردن طبعا. الطالب بيحدد، هو في مسارين، في تو ستريمز، في المسار الادبي وفي المسار العلمي. الان مبدئيا زي ما احنا حكينا بصف 9 و10، انا لما بحكي 9 و10 بمعنى انه مثلا بفوت بتاسع بدرس، بعاشر برضو كمان بدرس بس بقدم الامتحانات بعاشر. في بعض المدارس وبعض الطلاب بيقول لك خلص انا مثلا بدي ادرس المادة اكس مثلا الانجليش بصف 9 وبدي اقدمها بصف 9، بيصير بنفس الشيء كمان بالنسبة لصف 11 و 12، ممكن يقدم بصف 11 مثلا مواد ويقدم بصف 12 مواد. الان الفكرة في الامتحان في القبول انه في تو ستريمز، اللي هو المسار الادبي والمسار العلمي. المسارين يعني البوث ستريمز، لازم الطالب مبدئيا يكون بالصف العاشر قد انهى ست متطلبات، اللي هم الست مواد اساسيين رئيسيين. الان بصف 12 بيختار الطالب اذا كان بده علمي بده ياخذ مادتين. الان في النظام اللي هو الاي اس، الادفانس سبسيديري، اللي هو الثانوي المتقدم، وفي الاي 2. الاي 2 يعني بمعنى اللي هو النظام الكامل الفول ليفل. اعطيك مثال بسيط، انا مثلا بدي ادرس طب او بدي ادرس صيدله، اذا انا لازم اختار مادتين علميتين. بختار مثلا الماث ماده اساسيه بصف 11، هاي بتنحسب لي مثلا على سبيل المثال 60، وباخذ ماده ثانيه مكمل لها بصف 12 60، فبصير عندي 120 تنحسب لي 1 فول اي ليفل. فانا بدي اجيب مادتين، هذا اذا انا كنت مثلا بدي ادرس علمي، يعني لازم اخذ رياضيات هذا شيء اساسي، وباخذ معها ماده فيزيكس او مثلا كيمستري او بيولوجي. بالنسبه للادبي لازم اخذ الماث، اوكي، بس لازم اخذ مثلا معه ماده ثانيه ادبيه، اوكي، ممكن اخذ لغه مثلا، ممكن مثلا اخذ لغه. هلا ممكن انه اخذ مادتين بالاي اس، شوي بيت كومبليكيتد، احنا بدناش ندخل عشان ما نشوش الجمهور. تمام. كمان بدي استفسر على العلامات دكتور عدي، اللي تفضل فيه دكتور صائب انه العلامه بتفرق من سنه لسنه، وانا بعرف اظن نفس الشيء بينطبق على الاي جي. اذا انا اخذت اي السنه هاي لا تعني انه نفس العلامه اللي حصلت عليها اي بالعام تمام. السابق. الان بالنسبه للاي جي، نظام العلامات هذا ما يميزه. الان في عندهم بالنسبه بالاي جي سي اس اي بجريد 9 و 10 العلامه بتكون من اي ستار أو بتنزل آخر شيء للجي. الجي اللي هو يعني تقريبا بنحكي إحنا عن 20 ل 30، يعني أصلاً بتكون غير ناجحة. نعم، لا مش ناجحة. بالنسبة للأي أس برضو كمان بتكون من الأي ستار بتنزل للإي، بس بالأي أس ما في أي ستار، هي أي، فهم بيجمعوا العلامتين مع بعض وبيطلعوا الأي ستار اللي هي من 90 إلى 100. الآن بالنسبة للعلامات، ما يميز الأي جي سي إس إي إنه ما في معلومة مكتملة عند الطالب ولا عند المعلم ولا عند أي واحد في الدنيا في عالم الإدوكيشن. يعني أنا بدي أحكي لك مثال اللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية في عندهم أوراق اللي هي أوراق اختبار، الورقة الثانية، الرابعة، السادسة. بالنسبة للورقة الثانية علامة الامتحان هي من 90، لأنه في مواد في أسئلة كتابية فيها، فبالكتابة مستحيل انه طالب ياخذ علامه كاملة. لانه اذا اخذ علامه كامله معناته هو موديل، وكل الطلاب اللي في العالم اللي عددهم 5 مليون او 6 مليون بدهم يتقيدوا في هاي الاجابه، وهذا شيء صعب. فمثلا من 90 العلامه، خلينا نحكي هي من 200، من 90 اذا الطالب حصل على، باخذوا الكيرف المنحنى، اذا الطالب حصل على علامه 77 فهو بكون جاب اي ستار، يعني بكون طلع عن ال 90، وهذا ما يميز البرنامج. إذا الطالب مثلا جاب من 71 لمثلا 75 أو 76 معناته هو جاب A، فما في علامة كاملة يعني أنه مثلا هو لازم يجيب 90 مشان يجيب A star، فهذا ما يميز. شكرا يا دكتور عدي. أهلا وسهلا دكتور صائب. إذا في أي أسئلة أو استفسارات؟ يعني صراحة في أسئلة، بس دكتور عدي يمكن جاوب على بعضها بس عشان نركز أكثر. يعني في سؤال دكتور عدي أنه هل برنامج الآي جي مقبول أو يقبل في الجامعات الأمريكية؟ يعني انا كملت اي جي وبدي اروح ادرس جامعه امريكيه. هلا بالنسبه للجامعات الامريكيه بيعملوا زي معادله. نعم. يعني
في زي معادلة بتكون مثلا يعني ممكن ياخذ مثلا مواد ما بروح على طول مباشرة، هو لازم ياخذ يعني في عندهم حسب الجامعة، يعني هذا بيعتمد حسب الجامعة مش حسب الدولة، لأنه كل جامعة مختلفة عن الأخرى، فبده يعمل مراسل للجامعة وبده يشوف مثلا إذا كان هو مخلص جريد 12 ممكن تطلب منه الجامعة إنه يعمل مثلا امتحان أو امتحانين بحيث إنه مثلا يبين كفاءته على الأغلب في الرياضيات في الماتس. أتوقع يمكن بأمريكا ممكن يطلب منه الـ ACT لأنه هو كوليج بورد، هو يعني ممكن مؤهل ممكن بيعتمد على الجامعة زي ما تفضل دكتور عدايب، وبيقدموا الاي جي بيدخلوا الجامعات، لكن بتكون الجامعة محددة. في سؤال آخر أنا بقترح أنه نجاوبه بعد ما تخلص مس مروة، لأنه السؤال بيدمج السؤال السؤال بيحكي كولي أمر أي برنامج تنصحوني أسجله فخلنا نسمع الآي بي، ممكن واحد فينا يعني نحكي شو رأينا. أنا لو ولي أمر فعلا السؤال وين تنصحوني أروح شو أعمل؟ شكرا يعطيكم العافية. معنا هننتقل شوية يا مسمر ولا برنامج الانترناشنال بكالوريت أو الآي بي، وأكيد إذا حد عنده استفسار إذا سمحتوا نترك تعليقاتنا ورح نجاوب عنها إن شاء الله. بداية مسمر وبس شوية استفسار عن الانترناشنال بكالوريت أو الآي بي، هل هي بتشمل برنامج واحد أم تشمل أكثر من برنامج مرتبط بالفئة العمرية للطلبة؟ تمام. هلا بالنسبه للبكالوريا الدوليه اول شيء هي عده برامج مش برنامج واحد فقط، وهي البرامج بتطبع لمنظمه اسمها منظمه البكالوريا الدوليه، هي منظمه غير ربحيه هدفها انه يكون في عندنا طلاب متعلمين، يكون في عندنا طلاب لايف لونج ليرنرز عندهم مهارات متعدده يقدروا فعلا يواكبوا العالم اللي عم بتغير وعم بنعيش فيه حاليا. فاذا تفرجنا على الاي بي بروجرام في عنا تقريبا في عنا اربع برامج اي بي معروفه. اول برنامج هو البي واي بي البرايمري ييرز بروجرام اللي هو برنامج السنوات الابتدائيه، وهذا البرنامج هو مختص بالطلاب اللي من عمر من 3 سنين ل 12 سنه، يعني تقريبا احنا بنحكي من المرحله الاساسيه، يعني المرحله الاساسيه اللي هي من كي جي اب تو جريد 5 تقريبا. اوكي. عم نحكي كمان البرنامج الثاني اللي بيجي عندنا هو الميدل يير بروجرام اللي هو بنسميه ام واي بي، وهذا البرنامج اللي هو برنامج السنوات المتوسطه هو بيعني بالطلاب اللي من عمر تقريبا 11 سنه ل 16 سنه. في عندنا البرنامج وهو الاقدم في برامج الاي بي وهو دبلوما بروجرام او برنامج الدبلوما في البكالوريا، وهذا البرنامج أقدم برنامج ظهر بال 1968 وهذا البرنامج مختص بطلاب اللي من عمر 16 ل 19 سنة تقريبا، عم نحكي على جريد تقريبا 11-12. وعندنا آخر بروجرام هو أجدد بروجرام بالآي بي اللي هو اسمه كارير ريليتد بروجرام، وهذا البروجرام ظهر بال 2012 وهو برضه مختص بنفس العمر بال 11-12 لكن هو شوي مرتبط بمسار مهني معين حسب المهنة اللي بيختارها الطالب. هلا بغض النظر عن البرامج المدرسه بتختار برنامج محدد بدها تعتمده، ممكن تعتمد برنامج او اكثر من برنامج من برامج البكالوريا الدوليه. هلا اذا اختارت المدرسه ان هي تعتمد اكثر من برنامج او جميع البرامج فهون بنسميها اي بي كونتينوم سكول، يعني بمعنى انه هي فيها كل هاي البرامج. هلا زي ما احنا يمكن شايفين على الشاشه هاي البرامج كلها فيها شيء نوعا ما مشترك، كلهم بيعنوا بملامح متعلم البكالوريا الدولية أو ما بنسميه بالآي بي لرنر بروفايل أتريبيوت، وهلأ شوي رح نحكي عنه. بيعني بالأبروتشز تو تيتشينج أند ليرنينج اللي هي بهتم بكيف طرق توصيل المعلومة للطالب، إحنا ما بيهمنا بس الترديشنال واي أوف تيتشينج إنه بس الطالب يكون متلقي، لكن بيهمنا الطالب يكون جزء من العملية التعليمية، وكمان بيركز كمان على الانترناشنال مايندنس. هلأ البرامج كلها بغض النظر برامج البكالوريا الدولية هي بتعني بالمهارات اللي فعلا الطالب حابب يطورها أو بدنا نطورها في الطالب. أوكي. معناها مسمرو يعني في أشياء كتير مشتركة باللي عم بنحكيها سواء كان بالبرنامج أو النظام الأمريكي أو النظام البريطاني أو الآي بي. عم نحكي عن إنه يكون صاحب قرار، عم نحكي عن إنه يفكر من البداية يمكن إيش بده يختار
عم نحكي عن مهارات وتركيز على مهارات، عم نحكي عن تفكير بالمستقبل. فإذا شوية بنحكي عن المهارات اللي فعلاً البكالوريا الدولية بتسعى لتطويرها عند الطلبة. بصراحة هبة يعني ببرنامج الاي بي التركيز فعلياً كله على المهارات، صحيح في المعرفة طبعاً لها دور، لكن إحنا كتير بهمنا تطوير مهارات الطالب من أول عمر كيجي لحد ما يتخرج من الدبلومة. وهذا السبب إنه في عنا شيء اللي هو الاي بي ليرنر بروفايل أتريبيوت اللي بنسميها بالعربي ملامح متعلم البكالوريا الدولية. يعني خلال البرامج كلها الطالب فعلياً أو معلم الاي بي بيكون بنحاول احنا انه نطور في الطالب مهارات معينه، فالطالب مش بس يكون عنده معرفه، يكون نوليدجبل، لكن كمان يكون مجازف، يقدر ياخذ قرارات مختلفه، يكون مهتم بالكوميونتي اللي هو عايش فيه، يكون عنده مبدا، يكون متواصل جيد، يكون عنده متوازن بالأمور اللي موجودة بالجزء الأكاديمي وغير الأكاديمي، يكون open minded، يكون مفكر متأمل. فكل هاي الصفات بصراحة بتميز خريج البكالوريا، وهاي الصفات ما بتشوفيها بس بطلاب الكبار، بنبدأ إحنا فعليا نشوفها من كيجي. الطالب فعلا بنلاقي هاي المهارات واضحة فيه. هلأ المعرفة طبعا زي ما قلنا هي موجودة، لكن المهارات إحنا الهدف العام بالضبط إنه يكون عندنا الطالب lifelong learner، قادر يواكب، قادر فعلا إنه يكون خارج، يتعامل مع الناس خارج الغرفة الصفية مش فقط داخل الصف. معلش مس مروة، بس أرجع أسألك سؤال لأنه أنا دائما بنسأل هذا السؤال. حكيتي عن البرامج متسلسلة بالمرحلة العمرية، هل لازم أنا أبلش من صف أول بالآي بي لأتخرج من صف 12، ولا بصير أنا ألتحق فيه على صف متأخر شوية مثلا؟ صحيح. هذا السؤال كتير من سأله صراحة. كتير حلو هذا السؤال هبة. فعليا زي ما قلنا الآي بي هي برامج متعددة حسب المرحلة اللي بيكون فيها الطالب. فعليا ما فينا نقول إنه الطالب فقط بيدخل دبلومة إذا كان عامل MYP أو عامل PYP. كل برنامج منفصل؟ يعني فينا نقول منفصل، لكن هم مرتبطين طبعا. أوكي. لكن فعليا الطالب إذا كان بمدرسة ببرنامج أمريكي أو ببرنامج IG أو بريطاني أو حتى ناشونال، بيقدر يدخل على الآي بي على الدبلومة فرضا، أو بيقدر يلتحق بالبرنامج المرحلة المتوسطة. ففعليا هو بيقدر يلتحق بأي برنامج بالضبط بأي مرحلة. هلا اذا لاحظنا، هلا احنا قلنا يمكن هم منفصلين صحيح، لكن في اشياء مشتركه طبعا. مثلا زي ما قلنا الاي بي ليرنر بروفايل اتريبيوت، اذا تفرجنا على قدامكم على الشاشه موجود في عنا الموديل اللي بيمثل هاي البرامج الاربعه، بنلاقي انه المتعلم موجود في السنتر. فاحنا فعليا البرامج هاي كلها بتركز على المتعلم، المتعلم هو اساس العمليه التعليميه اللي عم بتصير بالغرفه الصفيه. كمان طرق التعليم اللي موجودة اللي بيتبعها أساتذة أو معلمي الآي بي، فيها تعدد، فيها differentiation، تعتمد على الاستقصاء، على التفكير، التفكير الناقد. فكل هذا بنلاقيه من خلال البرامج الأربعة بغض النظر عن العمر. يمكن كل برنامج طبعا له صفات خاصة فيه، طريقة معينة مثلا للمواد فيه، لكن كله فعلا بيسعى انه الطالب يطور مهاراته. هاي المهارات. بالضبط هاي المهارات. طيب اذا نفكر هلا، انا طبعا طالب بدي التحق بس بفكر قاعد بالجامعة، فبالتالي انا اي مواد بدي اختارها، اي اختبارات طبعاً. باي مرحلة بعد لهاي الاختبارات؟ صحيح. شوي نفكر بهاي الطريقة لانه اكيد الاهل بيستفسروا بهاي عن هاي الاشياء. صحيح. هلا اذا عم نحكي احنا على الخريج، يعني اللي حيدخل الجامعة خريج المدرسة، فاذا احنا عم نحكي عن دبلومة، برنامج الدبلومة للبكالوريا، فعم نحكي عن دي بي اللي هو دبلومة بروجرام، اللي هو معني بجريد 11-12 خلينا نقول. ففعليا الطالب عنده شوي مواد مختلفة بيقدر يختار منها. مطلوب منه يعني زي ما احنا شايفين الموديل قدامنا، الطالب يختار مواد معينة حسب هو شو بده يدرس تخصص. فهل أنا بدي أدرس طب؟ هل أنا بدي أدرس بزنس مثلا؟ حسب نوع التخصص اللي أنا بدي أدرسه بالجامعة بيختار المواد اللي بده إياها، وعادة بيتم الاختيار قبل ما يدخل على جريد 11. هلأ كيف بيختار المواد؟ الموديل شوي بيمثل عنا طريقة اختيار المواد. في عنا 6 مجموعات للمواد الرئيسية، يعني
أول مجموعة هي اللغة، فبختار لغة هو فعلا بيقدر يحكيها ويكتبها بطريقة بطلاقة يكون فلوينت فيها. بيقدر يختار أي لغة، ممكن الطالب يكون لغة الأم فرضا أو لغة هو فعلا عنده طلاقة فيها، فهون بختار اللغة المناسبة لإله. وهون الآي بي بيعطي مجال لغات متعددة، لأنه بالآخر هو برنامج بيعتمد الانترناشنال مايندنس، إنه يكون عندنا فعليا طالب متكامل، فبيختار اللغة اللي بده إياها. في عنا المجموعة الثانية بيختار لغة هو بيحكيها ممكن، أو زي لغة بي، أو ممكن حابب يتعلم لغة جديدة، ممكن لغة بيعرفها لكن غير ما عنده طلاقة مش متمكن منها، فهون بيختار اللغة اللي بده إياها. وطبعاً الـ IB هون بيعطيه مجال كتير كبير باللغات اللي بده يختارها. المجموعة الثالثة عنا اللي هي individuals and societies، بيقدر يختار في مواد كتير مطروحة هون من الـ IB، هو بيختار المادة المناسبة لإله. في عنا كتير مواد زي psychology، زي business، زي economics، geography، history، المادة اللي هو حابب يدرسها. فزي ما احنا شايفين هون شوي الطالب بيقدر يختار المواد حسب هو شو حابب. في عنا المادة المجموعة الرابعة اللي هي مادة المواد العلوم، خلينا نقول بيختار مادة العلوم اللي هو بفضلها، علوم أحياء، بيولوجي، كيمستري، فيزيكس، وفي مواد تانية. أو في عنا مجموعة الرياضيات، في عنا أنواع زي ما نقول للرياضيات حسب تمكن الطالب من هاي المادة، بيختار المادة المناسبة لإله بالضبط. وفي عنا اللي هي arts بيقدر يختار، طبعا في flexibility هون شوي، يعني بيقدر يحذف مجموعة وياخد مادة تانية. فأنا إذا طالب طب بقدر أخذ 3 sciences، 3 مواد علوم، طبعا في شروط بس بقدر، بس أكيد بقدر يحذف مادة وياخد مادة بدل التانية. يعني المعادلة برضو في أو تقسيمة برضو أدبي وعلمي شوية بالنسبة ل إذا بدي أفكر ب بالضبط التحاقي بالجامعة بالآخر. أكيد أكيد أغلب الدول بتحدد مسار الطالب كعلمي أو أدبي حسب المواد اللي اختارها. فاللي اختار 3 مواد علوم هو بيعتبر، أو مادتين علوم هو بيعتبر علمي. اللي بيختار مادة واحدة علوم فقط مع مثلا مادتين يمكن من individuals and societies، أخذ psychology وbusiness فرضا، بيعتبر أدبي في بعض الدول. هلأ الفكرة إنه هو لازم يختار 6 مواد أساسية. هاي المواد إما بيدرسها في 3 مواد منها بتكون بالمستوى العالي اللي هو higher level، وفي 3 مواد بتكون بالstandard level اللي هي المستوى العادي خلينا نقول، زائد 3 خلينا نقول 3 core components موجودة هون، بكتب extended essay المقال مطول 4000 كلمة. هاي أساسية يعني لكل إيش مكان مختار لازم يعمل إذا هو طالب دبلومة. هلأ إيش يمكن شوي نحكي عن المسارين هدول، لكن هو فعليا مطلوب منه يكتب 4000 كلمة، مطلوب منه يعمل مادة اسمها نظرية المعرفة theory of knowledge، هي مادة بتوسع مداركه فعليا وبتطور مهارات التفكير الناقد عنده، ومطلوب منه يعمل creativity, activity and service انه يخدم كمان المجتمع. فهاي بالنسبة لاختياراته اللي للمواد. حكيتي مروة شوي عن مستوى عادي ومستوى عالي من صحيح. المواد، شوي نحكي عن الفرق بينهم. صحيح. هلأ احنا قلنا انه الطالب بيقدر يختار المادة بالآي بي عنده 6 مواد، اما مستوى عالي higher level او عادي standard level. هلأ الفرق بين الاثنين انه الساعات الموصب فيها للhigher level مادة للمواد المستوى العالي تقريبا 240 ساعة، اما بالنسبة للمستوى العادي اللي هو standard level بتكون 150 ساعة. فلانه في فرق في الساعات، فاكيد في فرق يمكن بعدد الحصص، يكون فرق بكمية الشغل اللي عم تنعطى لهاي المادة، فرق بالتقييم، التقييم بالهاير ليفل بيكون ممكن مدة الورقة بتكون أطول أحيانا ببعض الأوراق، أحيانا بيكون في أوراق أكثر حسب نوع المادة. متطلبات المادة قد تختلف من طبعا تختلف من هاير ليفل لستاندرد ليفل. وطبعا الهاير ليفل الطالب لما يجي يختار الهاير ليفل يا إما حسب التخصص اللي بده إياه أو حسب الريكويرمنتس للجامعة. إذا بده يدرس طب فمطلوب منه ممكن ياخذ أحياء مثلا كهاير ليفل حسب الجامعة وحسب التخصص. بتأثر على معدله بالمدرسة؟ يعني أنا إذا اخترت رياضيات مستوى عادي وحدة تاني اختار رياضيات مستوى عالي، أكيد في فرق بزخم المادة يمكن، وبالتالي تقييمي عليها رح يفرق. صحيح. هلا هي يعني حسب بالاخر العلامه، يعني الطالب يمكن يعمل احسن اذا اختار ماده وهو مثلا مش متمكن منها يختارها كستاندرد ليفل، فطبعا هذا بتاخذ بعين الاعتبار لما بيجي بيختار المواد. وهل فعلا انه الطلاب مش مطالبين بانهم يسووا 3 مواد من المستوى العالي للحصول على الشهاده؟
هلا يمكن هاي حابه اوضحها شوي هون هبه، انه احنا عندنا الطالب بالدبلومه خلينا نقول بجريد 11 12 عنده مسارين، مسار يا اما بياخذ شيء اسمه فول دبلومه اي بي دبلومه، وهذا المسار مطلوب منه ياخذ 6 مواد اساسيه، 3 هاير ليفل 3 ستاندرد ليفل، زائد الثلاث زي ما قلنا 3 كور كومبوننتس اللي هم الاكستندد اساي المقال المطول ثيوري اوف نوليدج والكاسل بنسميه كرياتيفيتي اكتيفيتي اند سيرفيس. وكمان مطلوب منه انه ينجح له طبعا شروط معينه للنجاح، واحده من الشروط انه هو لازم يحقق مثلا ما ياخذ اقل من 24 من 45 علامه بالاخر. وطبعا في شروط ثانيه موجوده على الويب سايت للاي بي. هلا المسار الثاني هو ممكن يعمل شيء اسمه اي بي كورس. الاي بي كورس معناه انه هو مش ضروري يعمل الكور كومبوننتس اللي هم تي او كي كاس او اكستندد اساي. هون الطالب بيقدر يختار اي ماده من المواد السته او حتى من الكور كومبوننتس، بيقول انه هاي الماده بدي اعملها كاي بي. هلا الريكوجنيشن او الاعتماد بيختلف من دوله الى الثانيه، يعني مثلا بالاردن مطلوب منه انه يعمل 6 مواد ياخذهم as courses عشان يكون معتمد بالوزارة. Okay. بيختلف هذا من دولة للتانية، في دول ما بتفرض عدد الكورسز اللي لازم يعملها. Okay. هذا إذا كان ماخذ طبعا مسار الـ IB course. وهون الطالب له حرية الاختيار، يعني كمان بقدر يختار يمكن يعني أنا كان في بالزمانات عنا طالبة كانت أكاديمياً شوي ضعيفة لكن قوية جداً بالفيجوال آرتس، واختارت مادة الآي بي تكون بالفيجوال آرتس وأخذت فيها 7 اللي هي أعلى علامة. فيعتمد هو الانترست تاعته شو هي شوي. معناها نحكي عن التقييم، حضرتك حكيتي عن 7. صحيح. العلامات أظن من 1 to 7 مروة بالآي بي. صحيح بقى. العلامات بالآي بي من 1 to 7، ويمكن زي ما قالوا زملائي بالبرامج الثانية علامة 7 هي فعلياً بتعتمد على performance of students. فالسبعة السنة ممكن أعطي مثال مثلا بالبيولوجي قد تعني أنه الطالب يكون مثلا 90%، لكن ممكن السنة اللي بعدها تكون 80 حسب أداء الطلاب بالعالم بهاي المادة بتاخد into consideration. وبنعمل curve معين منحنى معين على أساسه بنحط علامات الاي بي اللي هي من 1 to 7. فهو إذا عنده 6 مواد العلامة الأكبر أكثر علامة بقدر يأخدها هي 7، فإحنا بنحكي 42 علامة لهلا. لكن الطالب بالآي بي بيقدر ياخد 3 بونس بوينتس حسب مادة التي أوكي اللي هي نظرية المعرفة، والإكستندد أسي اللي هي المقال المطول. حسب علامته بهدول المادتين فعليا هو بياخد 3 علامات. فالعلامة النهائية بالآي بي بالبكالوريا خلينا نقول بالدبلومة هي 45 أكبر علامة، أكتر علامة ممكن يأخذها الطالب، وهي فعليا يعني قليل اللي بياخدوها إنه يعني بس إنه مش إنه it's not doable أكيد. بقدر. هلا يمكن هذا بياخذنا كمان لك طريقة التقييم. في عندنا بالاي بي نوعين من التقييم، external assessment و internal assessment. الاكسترنال assessment هي الامتحانات الخارجية اللي بتتم، بيكون عندنا 2 sessions بالسنة. بشهر 5 في عندنا external assessment، وحاليا الطلاب لسه خلصوا، يعني اغلب الطلاب خلصوا طبعا الاي بي exams من تقريبا اسبوع او كم يوم. وعندنا كمان بنوفمبر بشهر 11 في مرحلة تانية للتقييم. عادة أغلب الدول بتتبع أو بالميدل إيست خلينا نقول بتتبع الماي إكزامينيشن سيشن، فبيكون عندهم الامتحانات بشهر 5. هلأ الطالب ممكن يقدم نوفمبر سيشن إذا لتسي إنه ما عمل منيح بإحدى المواد بشهر 5. هلأ بالنسبة للإنترنال أسسمنت، الإنترنال أسسمنت اللي هي التقييم الداخلي، والتقييم الداخلي بيكون عنده كل مادة من المواد الستة أو المواد الكور كومبوننتس في جزء تقييم داخلي بيعتمد على طبيعة المادة. فمثلا في إشي اسمه exploration زي مشروع معين أو شيء معين essay بنكتب بالمات فرضا. بالبيولوجي عنده شيء اسمه IA internal investigation زي lab report كبير بيقدمه. هلأ الانترنال assessment هو فعليا بيطور كتير مهارات الطالب، يعني أنا بقول لك أنا معلمة بيولوجي أحياء والطلاب إنه قديه كيف بيكون كاتبين
الانترنال اسسمنت والانفستيجيشن بيكون فعليا كتير بيطوروا مهارات من خلاله، بتخليهم فعلا انه هم لما يدخلوا على الجامعه دائما بحسوا حالهم انه احنا ادفانس وجاهزين وفعليا كتير مرحله متقدمه من هل بيقدموا الاسسمنت هاي سواء كانت الانترنال او الاكسترنال مروه بصف 11 بصف 12 على نهايه السنه؟ يعني هلا احنا زي ما قلنا الدبلومه هي صف 11 و12 فهو فعليا بدرس بصف 11 و12 وبنهاية صف 12 بيمتحن عن 11 و 12 هي المادة كلها بشهر 12 بيقدمها وزي ما قلنا بشهر 5 عادة بالمناطق اللي احنا يعني بالميدل ايست فينا نقول. اوكي تمام شكرا كثير. مش عارفه دكتور صائب اذا في اي استفسارات عند الصراحة استفسارات كثيرة كانت عن اي بي ما شاء الله هو غني. في سؤال تكرر وحاب اذكر يعني اذا مس مروة وين موقع اللغة العربية من الام واي بي؟ تمام. اللغة العربية وكيف طريقة تدريسها؟ شو المهارات المعلم اللغة العربية؟ وهل في مواقع لغة عربية تشرح الـ MYP للي حابي لمعلم اللغة العربية اللي حابي يدخل على هاي المواقع؟ هلا فعليا لانه الاي بي والبكالوريا الدوليه بتهتم باللغه باللغه الام خصوصا فاكيد في الطالب لازم يدرس لغتين او ثلاثه بالاي بي بالام واي بي او بالتي بي ومن ضمنهم اذا هو كان بيحكي عربي لغه الام عربي فاكيد في لغه عربيه. هلا في عندنا كثير مصادر موجوده على الاي بي سايت بتكون باللغه العربيه وخصوصا بالبي واي بي وبالام واي بي تم ترجمه الكثير من المصادر للغه العربيه وفي كثير صراحه مصادر متوفره موجوده باكثر من محل يمكن شوي يعني يطول الكلام بهذا الموضوع لكن بصراحه ممكن انه يعني في كثير معلمين عربي كثير معلمين كثير مصادر موجوده على الويب سايت موجود برضو على الاي بي نفس الويب سايت مصادر باللغه العربيه بيقدروا يرجعوا لها ويشوفوا تفاصيل اكثر عن الاي بي. طيب في اذا كان طالب منهاج وطني بحق له الالتحاق بالاي بي في فتره معينه من دراسته؟ هلا هي صراحه يمكن بتختلف من بلد لبلد بس المتوقع انه جريد 11 و 12 هو بيقدر فعليا يفوت اذا كان مثلا منهاج وطني بالصف العاشر وحب يلتحق بالدبلومه في صف 11 المفروض انه ما في شيء كاي بي بيمنع لكن برجع برضه لقوانين البلد في دول اذا كان دارس اذا ما درس اي بي بالصف العاشر مثلا ما بيخلوه يفوت على جريد 11 لكن الطبيعي اذا دخل على جريد 11 بيقدر فعليا انه يمشي بالمواد لكن اهم شيء هي يمكن الصعوبه بتكون دكتور صائب انه اذا كان منهاج وطني فهو ماخذه بالعربي لما يدخل على صف كلغة التدريس بالضبط لما يدخل على صف 11 هو عنده ماده عربي لكن المواد الثانيه زي الاحياء والكيمستري هي تدرس بالانجليزي فيمكن هاي بتكون الصعوبه لكن هل هو بيقدر؟ طبعا بيقدر. طيب كمعلم انا كمعلم رياضيات بالمنهاج الوطني كيف ممكن اصير مدرس اي بي؟ اوكي هذا كثير حلو السؤال كيف ممكن تصير مدرس اي بي؟ هلا اول شغله ممكن انه يلتحق باحدى ورشات العمل الاي بي دائما عندهم ورشات عمل لتجهيز او اعطاء معرفه للمعلمين حسب برامج الاي بي المختلفه فمثلا ليت سي انه انا معلم حابب معلم رياضيات حابب اعلم صف 11 افهم شوي يمكن بالدبلومه هو اهم شيء يحدد البرنامج اللي بده يفهم عليه اكثر وبقدر يسجل باي ورشه عمل بتساعده يفهم عن الرياضيات فرضا بالدبلومه او عن اي ماده ثانيه هاي الورشات العمل موجودة على الاي بي ويب سايت وبقدر يروح هناك يشوف في عنا ورشات عمل متعددة موجودة بأكثر من محل بقدر يسجل بالورشة اللي بده إياها حتى لو ما عنده أي معرفة بالاي بي بقدر يسجل بهاي الورشات ويفهم أكثر عنها. أنا شفت ورشات الاي بي بتكون يعني بتكون محددة إذا كنت خبير أو مش خبير أو مبتدئ فهذا شيء كويس أنا شفته. صحيح هو إذا التحق ب أو سجل بإحدى ورشات العمل هاي اللي موجودة على الاي بي سايت حيلاحظ إنه في إشي اسمه كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 كاتيجوري كاتيجوري 3 كاتيجوري 1 هي فعليا اي حدا بده يتعرف على الاي بي بهذا البرنامج بهاي الماده وما عنده خبره يعني هو فور نيو تيتشرز خلينا نقول شخص ما بيعرف عن الاي بي ابدا حابب يفهم عن هاي الماده او هذا الموضوع بهذا البرنامج او بهاي المرحله فبقدر يلتحق بهاي الورشه. طب انا بدي اسال دكتور صائب بس يمكن ضايل تقريبا شي 5 دقائق في سؤال انسالنا كثير مهم هل الاكاديميه بتقدم برامج تدريبيه للمعلمين في المدارس الدوليه
مش عارفة دكتور عدي إذا بتقدر تجاوب هذا السؤال. إحنا أكيد يعني أكيد لا شك إنه إحنا بنساعد المجتمع المحلي، وأكيد إنه إحنا بنقدم خبراتنا للمدارس الخاصة أو المدارس اللي فعلا بدها إنه يعني برامج تدريبية بحيث إنه فعلا تساعد معلمينها يدرسوا بالطريقة الفعالة في يعني يدرسوا طلابهم بطريقة فاعلة جدا وفعلا يكونوا متميزين. ف يعني إحنا بنقدم هاي البرامج وبندعمها، وبنقدر نعمل assessment. يعني مثلا تتواصل معنا المدارس، المدرسة اللي فعلا بدها تدريب من نوع معين تتواصل مع الأكاديمية وممكن فريق من الأكاديمية مثلا يشوف هاي المدرسة ويعمل assessment زي تقييم لحاجات المدرسين الموجودين هناك، واحنا ممكن على طول يعني انه نساعدهم. اكيد. شكرا يا دكتور عدي. نرجع حبل السؤال اللي حكيناه انه كولي امر انا الان وحاب استشير وين بدي اروح على اي برنامج، ابني بدي ادخله مدرسه اروح امريكان دبلوما اي جي ولا اي بي؟ يمكن هو صراحه يمكن انا بما اني سمعت عن اكثر من برنامج منكم، هو اكيد في اشياء كثير مشتركه. عم نحكي عن الطالب يكون صاحب قرار، عم نحكي الطالب يكون أو الأهل معاه إنه يقرروا من صف تاسع. صحيح. بيعتمد كتير على وين بدي أدرس بالجامعة وشو بدي أدرس بالجامعة. أكيد. معادلة التوجيه بدي أحطها بعين الاعتبار. بس بتخيل يمكن النصيحة اللي ننصحها للأهل هلأ هو إنه أكيد هو صاحب القرار بالآخر بإنه كيف عم بفكر بمستقبل ابنه. بقدر يتواصل أكيد مع المدرسة اللي ابنه ملتحق فيها أو بنته ويستشيرهم بإنه إيش الأفضل لابنه، لأنه حسب ميوله وحسب رغباته وحسب التخصص اللي بده إياه. فيمكن صعب المقارنة والاختيار بصح أو خطأ، بس بتخيل أكيد كل أهل أدرى بظروف أولادهم بظروفهم هم وإنه وين بدهم يدرسوهم على أساس يختاروا هذا البرنامج. هي بعد إذنك دكتور، هي يمكن ما في صح أو غلط زي ما قلتي، هي كيس باي كيس. وبتوقع اللي بيمشي ممكن على ولد ممكن ما يمشي على الثاني، فممكن برنامج يلائم يكون موائم أو بيمشي مع هذا الولد لكن ما يكون ماشي مع طفل ثاني، فحسب كيس باي كيس زي ما قلنا. يمكن أنا لو بدي أنصح أو لو بدي أسجل ابني بدي أقيس على نفسي، يمكن اروح على المدرسه اللي بتقدم البرنامج واشوف كيف بتتابع الخريج تبعها. انا بدي اشوف الكمبيوتر امباكت، اعطيني اشوف خريجك وين اشتغل وين راح في اي جامعه درس، وبنهايه المسار المهني ممكن اصير اني اقرر، لانه بالنهايه الهدف الجامعه والمسار المهني. اكيد مستقبل طلبتنا. نعم. واولادنا. نعم. صحيح. يمكن يعطيكم الف عافيه. يمكن شوي حكينا عن افكار كثيره وبرامج كثيره، والاهل هلا يمكن هيك راح يقعدوا يفكروا بكل المعطيات اللي انطرحت قدامهم. أنا بس بدي أنوه، أظن بتخيل هلأ الاستبيان تبع التغذية الراجعة رح يتم مشاركته معاكم أو تم مشاركته معاكم عبر التعليقات. برجع بأكد إنه رأيكم كتير مهم بالنسبة لإلنا. كمان بحب أنوه بخدمات مجانية عم نقدمها حديثا عبر موقعنا الإلكتروني، من ضمنها اسأل خبرائنا. فإذا عندكم أي استفسار أكاديمي خبرائنا بالأكاديمية مستعدين دائما للمساعدة وإعطاء النصيحة بهذه المجالات. وكمان في عنا المساقات المجانية المتخصصة اللي منقدمها عن طريق المنصة الإلكترونية، ومنشجعكم دائما لمراجعة موقعنا الإلكتروني. شكرا كثير لكم. شكرا للجميع ويعطيكم الف عافيه وتصبحوا على خير. شكرا لك يا شكرا. يعني شكرا للساده. نحكي انه اسره اكاديميه الملكه رانيا تتقدم باسماء ايات التهنئه والتبريكات لمقام جلاله الملك المعظم وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبد الله وجلاله الملكه رانيا بمناسبه ذكرى اليوم الوطني ذكرى الاستقلال 76 لمملكتنا الحبيبه. ونسأل الله العظيم أن يديم الأمن والأمان، وفي النهاية نقول اللهم إنا نستودعك الأردن. آمين. آمين. آمين يا رب. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا. يعطيكم العافية. شكرا. شكرا.